والمخرج من ذلك أن يلازم المعلم تحريض المبتدئين على حسن النية بتدريج قولا وفعلا، فيرغبه في تصحيح نيته ويعلمه أنه ببركة حسن النية ينال الرتبة العلية من العلم والعمل وفيض اللطائف وأنواع الحكم وتنوير القلب وانشراح الصدر إلى آخر ما ذكر المصنف. فهذه المنالات القلبية لا تنال بقوة ذهن ولا بجودة فهم، وإنما تنال ببركة حسن النية، فإن المرء إذا حسنت نيته قدر على أمور لا يقدرها بدون حسنها. والعرب تقول النية مطية، فمن استثمن مطيته بلغته مأمنة، ومن كان ذا مطية هزيلة انقطعت به في الطريق. وأعون شيء على إيصال العبد إلى مطلوباته هو تصحيح نياته، فإن المرء إذا صحت نيته وثقت صلته بربه واستحكم إقباله عليه فأعانه الله سبحانه وتعالى وسدده. وكم من امرئ عد في أول أمره بليدا لقلة حفظه وضعف فهمه، فما هي إلا مدة يسيرة مع حسن النية وبركتها حتى قوي حفظه وجاد فهمه. فمدار الأمر على الإخلاص والنية، فبالإخلاص والنية ينال المرء المراتب العلية.